وهلا رح نروح لفقرة بتهم كتير من الناس أكيد. أكيد ننتقل لعالم الديكور لنحكي أكثر يمكن من المواد اللي بتدخل بديكور المنزل. سلمى فينا نقول السيراميك ورخام، ويمكن في له عدة مزايا، منها ما بيمتص الرطوبة، بيسهل تنظيفه على ست البيت، وكمان ما بيمتص البكتيريا. أكيد نور، خلينا نعرف إمتى بنقدر نستفيد فعلا ونستخدم السيراميك كمادة أساسية بديكور البيت، وأيضا بعض المزايا وبعض المحاذير. طبعا كل هالتفاصيل رح تطلعنا عليها ضيفتنا بالاستوديو مهندسة الديكور نور عيسى. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك نور. صباح الخير. يسعد صباحك. يمكن حكينا بالبداية السيراميك بيدخل بديكور المنازل، له مزايا عديدة، وفينا نضيف ميزة كمان صار أقل تكلفة من غيره، من فينا نقول أنواع اليوم البلاط. خلينا نحكي عن أنواع السيراميك ومقاسات ومزايا السيراميك اليوم. تمام، مثل ما حكيتي نحن عنا هلا صرنا عم نستخدم كثير السيراميك او الجرانيت خلينا نقول بالارضيات، لانه تكلفته عم تجي اقل من الرخام. يعني نحن لما بدنا نحط رخام لارضيه البيت مثل ما كنا نستخدمه قبل، عم تكون التكلفه كثير اكبر من السيراميك، لهيك صرنا نرجع لهي الانواع. هلا هي كجوده، هي جوده ممتازه، سهله التغيير. يعني نحن عنا لما اهم ميزاتها انه انكسرت قطعه بقلب البيت دغري بنشيلها بنحط بدالها، التكلفه عم تكون كثير اقل. فدائما انا بنصح نروح للجرانيت والسيراميك اكثر. بالنسبه للقياسات تبعتها، في عندنا قياسات مختلفه، في عندنا قياسات صغيره، عندنا قياسات كبيره، على حسب كل مكان شو هو. يعني اذا ارضيه البيت مثلا انا دائما بفضل تكون القطعه كبيره لتعطي مساحه اكبر. ممكن الحمامات اذا كانت صغيره نستخدم قطعه كبيره بقياسات كبيره كرمال يبين الحمام اشرح واكبر. كل ما صغرنا القياسات كل ما كانت بتصغر المساحه. تماما. اما القياسات الصغيره بنستخدمها بالاماكن اللي ما بتبين، يعني مثلا مثل خلف خزن المطبخ، هي بتكون كنظافه مشان ما يجي عليها تتاثر الخزن، وبنفس الوقت بتكون ما مبينه، يعني بتكون هي بس كنظافه بتتركب. فالسيراميك والجرانيت كثير لهم ميزات واسعاره دائما بتنافس كل الانواع. طيب خلينا نحكي شوي عن الانواع. يعني نحن اليوم عم نقول انه السيراميك له مزايا متعدده تختلف شوي عن الرخام، خلينا نحكي شو الفرق، ليش هي الميزه، شو الشيء اللي بنوعيته او بخامته هو كسيراميك بيوفرها بالاستخدام اذا فينا نقول. مثل ما حكيتي حضرتك، نحن اذا بدنا نقارنه بالرخام، اول شغله من بين الميزات تبعه هي التكلفه، التكلفه تبعته كثير اخف من الرخام. الرخام ميزاته انه انت لما بتركبيه مع العمر ممكن يتاثر، بتروح مثلا لونه او بيبهت، سهل انك تعالجيه، بس بنعمل له طبقه جلي وبيرجع كانه جديد. اما الجرانيت او السيراميك ما عندنا هي الميزه فيه انه نحن نرجع نجلي، لا، لازم نشيل القطعه مثل ما هي. اذا انكسرت هي اللمعه تبعيتها بتضل محافظه عليها كل العمر، اذا انكسرت بنقدر نركبها بدالها. الرخام مثلا بنقدر نركبه كترس مطابخ، اما السيراميك والجرانيت ما بنقدر نركبه كترس مطبخ. فلهيك دائما نحن بنلجأ للسيراميك لانه اول شيء ما بيتاثر بالعوامل مثل الرخام، ثاني شغله سهل التغيير، تكلفته اقل، وحتى كجماليه عم تطلع منه اشكال كثير حلوه بتشبه الرخام وعم تعوضنا عن الفرق بيناتهم. طيب استاذ نور، خلينا نحكي مثلا بالسيراميك، ممكن نقول مثلا بديكور البيت او خلال يعني ديكور البيت فينا نقول انه مثلا هيدا السيراميك للصالون يعني نوعيته، او هيدا للحمامات، ولا لا ممكن انا حط السيراميك نفس النوعية بكل مساحة البيت؟ بالنسبة لأنواع السيراميك نحن عندنا كثير أنواع بالسوق، مثل عندنا النوع الوطني، في عندنا النوع المصري، الإيراني، الهندي، الإيطالي، الإسباني، عندنا كثير أنواع نحن بقلب السوق. شو الاختلافات؟ الاختلافات الخامة تبعيته، يعني نحن مثلا الهندي بنلاقيه غالبا موصل سيراميكا تبعتها او الجرانيتا. شو يعني تقويس؟ يعني بتلاقي هي ما بتكون مستقيمه السيراميكا، بتلاقي فيها انحناء على التركيب بتبين هي المشاكل فيها، لهيك دائما الاسباني بيجي افضل من الهندي. هذا كمثال بسيط. الوطني عندنا نحن جيد جدا كنوعيه، بس مشكلته انه قياساته غالبا عم تكون صغيره. فنحن ما فينا نركب مثلا منه ارضيات بيت، يعني عم تكون كثير صغيره القياسات. كيف نحن بنقدر نختار؟ مثلا نحن اذا بالصالون انا دائما بفضل مثلا نحط ارضيه مثلا اسباني، بنقدر ناخذ قياسات كبيره
نوعا ما، ممكن مثلا 60 ب 120، ممكن 120 ب 120، انا هي اللي بفضلها لان دائما بتعطي مساحه اكبر. التكلفه بتختلف اذا كان قياس طبعا كبير كل ما اختلفت صغير. طبعا كل ما اختلف قياس السيراميكا بتختلف التكلفه تبعه والنوع، يعني انا مثلا لما يكون هندي غير تكلفته لما يكون اسباني غير الايطالي. الايطالي التكلفه مبالغ فيها بس قطع حلوه يعني إلى جماليتها، بس فينا نعوض عنها بالاسباني وفينا نعوض فيها بالايراني كمان. الوطني انا دائما بفضل نستخدمه مثلا مثل ما حكيت خلف خزن المطبخ، اماكن بنقدر نستخدم فيها قياسات صغيره. لهيك انا بفضل دائما كحلول اقتصاديه مثلا الصالون نحط ارضيه ثقيله نتقل فيها شوي، غرف النوم مثلا ممكن ناخذ نوع ارخص لانه هي ما كثير داخليه تماما، وبنفس الوقت في منهم قطع حلوه يعني ما ضروري نكون بس ناخذ انه النوع اللي كتكلفته اكبر انه هو يكون الاحلى دائما. طيب كمان نور بنعرف انه يعني بعض انواع كمان الرخام بيستخدم استخدامات ثانيه مو بس بال مثل ما بنقول بالارضيات، ممكن يستخدم بملابن الشباك وغيرها من هي التفاصيل. خلينا نحكي عن هي الانواع وايضا السيراميك، وين في اماكن ممكن يستخدم فيها يكون بديل مثل سقيفه البيت وغيرها من هي التفاصيل. تماما. هلا اذا نحن بدنا نحكي عن سقيفة البيت فنحن دائما بنركبها سيراميك، اكيد ما بنلجا للرخام لانه التكلفه بتكون كثير كبيره وما في داعي لها بصراحه، فنحن دائما بنروح للسيراميك. السيراميك بناخذ قياسات صغيره، ممكن ناخذ النوع الوطني نركب الجدران والارضيه، السقف ما في داعي نركبه لانه اذا لا سمح الله صار في عندنا مثلا تسريب من عند الجار كتمديدات او شيء بنقدر نشوفها دغري، ففضل ان سقف السقيفه يكون دهان، اما الجدران والارضيه تكون من السيراميك. تعليق صغير انه مثلا نحن دائما اذا في رطوبه مركبه عليه سيراميك انه ما بقى تطلع هي رطوبه بتبين، لا هي بتبين وبتطلع بين القطعه والقطعه. نحن في شيء عندنا اسمه مثل فاصل او روبه، هي مثل بتكون ميلي او 2 ملي على حسب قديش نحن مركبينها، هي بتصير بتطلع منها مثل بودره بيضة. لما بتطلع هي البودره البيضراء فنحن بنعرف انه في رطوبه خلف هدول السيراميك وبصير بيطبل، يعني بصير اذا بتدقي على السيراميك بتلاقي في وراها مثل صدى صوت. لهيك نحن تركيب السيراميك على رطوبه هو حل مانه صحيح ابدا، لازم نعالج المشكله وبعدها نركب السيراميك. بالنسبه لملابن الشبابيك حصرا رخام ما بنقدر نركب سيراميك، بس عنا انواع، نحن عنا الوطني وعنا الاجنبي بنقدر نختار اي نوع، وطبعا اكيد عنا انواع وطني كثير اسعارها مناسبه وبنفس الوقت الجوده تبعيتها كثير عاليه. حكيتي خلال حديثك استاذه نور عن الرطوبه وقديش يمكن في يكون السيراميك عازل، بيقولوا لك السيراميك نوعا ما افضل من غيره لعزل الرطوبه، ونحن بالمجمل في بيوت بتلاقي فعليا فيها نسبه رطوبه عاليه، قد ايه نسبه العزل بتكون ومعالجه المشكله من خلال السيراميك قد ايش نسبه نجاحها؟ معالجة بطريقة السيراميك هي نجاحها كثير سيء أنا برأيي بصراحة، لأنه هي الرطوبة حتضل ورا السيراميك، يعني كل ما عم تسبب مشكلة أكبر ما عم نقدر نعالجها. يعني أنا آخر شيء بدي أوصل لمرحلة إني أضطر فك السيراميك، عالج المشكلة وأرجع أركب سيراميك من أول جديد. لا أنا بفضل قبل. واختصارا للتكلفة هيك بصير؟ ولا لا هو خطا شائع؟ هو خطا كثير شائع نحن عندنا بالبيوت السوريه خاصه. انا لا دائما بفضل انه قبل ما نركب السيراميك نعالج المشاكل اذا عندنا مشاكل رطوبه. ممكن بالمناطق مثل الحمامات نعمل طبقه عزل، في عندنا ماده بالسوق تكلفتها جدا قليله، هي عباره عن مركبين بينخلطوا مع بعض بندهنهم بشكل طولي وعرضي على ارتفاع 90 سم بيمنع الرطوبه تطلع لبرا او تمتد لفوق ال 90 سم، وبعدها بنقدر نركب السيراميك. فبهي الحاله نحن بنكون حمينا حالنا مرطوبه بنفس الوقت ما فتنا بتكاليف، بعد فتره حنضطر نرجع نعيدها من اول وجديد. ومثل ما حكيت دائما تطلع الرطوبه حتى لو نحن مركبين سيراميك، بصير في عندنا مثل بودره بيضاء كثير بنلاقيها خاصة بالأماكن الساحلية، يعني بالساحل عندنا نحن بتلاقي في مثل بودرة بيضاء، العالم ما بتعرف شو هي مشكلتها، حتى بالأرضية بتطلع هي بسبب الرطوبة. وهذا اللي كان بدي أسألك عنه، نحن كمان الأماكن بتختلف من مكان لمكان، يعني اللي بيمشي ممكن يستخدمه حدا من المدينة غير اللي بتقدري تستخدميه بالمدن الساحلية. هلا صرنا عم نشوف صار عم بيكون في أنواع معينة من الدهانات عم تستخدم مع الحجر، هل الحجر هو ممكن يكون مفيد لتغطية أو معالجة مشكلة الرطوبة إذا بالبداية طبعا عالجناها قبل ما نحطها؟ هي أول سؤال. ثاني سؤال، اليوم في كتير ناس عايشة بقلب البيت وبتظهر عندها مشكلة الرطوبة إما سوء تمديدات صحية أو ما إلى ذلك، شو الطريقة اللي هي بتقدر تستخدمها؟ يعني ما فيها تطلع كل عفش البيت وتعمل عملية عزل وترجع من أول وجديد.
صحيح مثل ما حكيتي، اول شغله بالنسبه للحجر انا اكيد ما بنصح بحجر بقلب البيت يتركب، لانه الحجر هو عباره عن ماده، خلينا نقول هي صلبه خشنه. انا بفضل دائما تكون هي كاقصاء خارجي للبنايه، مو تكون داخلي. لهيك الحجر نحن بعد عم نشوفها كثير موجوده حاليا بالديكورات، هو خطا شائع. يعني نحن دائما بنحاول المواد اللي بنركبها تكون يعني سهلة الملمس، ما أنا صلبة يعني ممكن تأذي الحجر وجوده بقلب البيت. لهيك أنا دائما أفضل يكون هو كإكساء خارجي للبناية. حتى مع هيك نحن لما نكسيه خارجيا بتلاقي أحيانا مثلا بيقولوا أنه أنا والله البناية مركبة عندي حجر بس من جوا في عندي رطوبة، بسبب أنه نحن ممكن بين قطعة الحجر والتانية كمان في تنشاية عم تدخل المي منها بسبب المطر. لهيك نحن دائما بنعزل الحجر حتى بعد ما يتركب، وكمان بننتبه على الروعة. هي بالنسبة للحجر. أما بالنسبة للرطوبة إذا كنا نحن ساكنين بالبيت وطلعت عنا، إذا في إمكانية نعالج المشكلة من الأساس بيكون أفضل. إذا كان صعب يعني إنه محتاجين نكسر بالحمامات أو شيء، بنضطر نغطيها وكل فترة نفك هي التغطية، تكون تغطية مؤقتة. يعني ممكن مثلا مثل الواح بلاستيك او يعني بنلاقي طريقه نغطيها بتكلفه قليله، بنفس الوقت نقدر نفكها بعد فتره، نقشر الحيط نطلع منه رطوبه نرجع نركب، لانه مره على مره حيصير الرطوبه تمتد على كامل الجدار وحتخرب اكثر، يعني المفروض تكاليف اكبر. يمكن خلال حديثنا عم نذكر دائما التكلفه، واختصارا للتكلفه معك استاذ نور وقديش بكلف، ونبحث عن الحل الابسط وتكلفته اقل. اليوم عم نسمع ارقام خياليه لتكلفه اكساء البيوت، ومع انه احيانا بتحسي انه مش لك يعني كلفني كثير بس ما مبين، ما حاطط على البيت شيء. التكلفه اليوم قديش عم تفرق نوعا ما، وقديش فعليا فيني انا كمهندس ديكور ساعد مثلا الشخص من خلال ممكن حلول بسيطه يكون بيته جميل لكن بتكاليف اقل. حتى هي التكاليف القليله عم تكون عبء كبير على الناس. فعلا مثل ما حكيتي صارت التكاليف كثير مرتفعه حاليا كاكساء بيوت، بس دائما نحن عندنا حلول بسيطه بنقدر نخفف منها بالتكاليف. يعني انا مثلا عندي الحمامات بدل ما ركبها كلياتها مثلا من الجرانيت، انا مثلا خلف المرايه اذا كانت المرايه كبيره بدها تغطي كل الحيط، ما في داعي ركب سيراميك مثلا من النوع اللي حاطته فرضا اسباني، بقدر احط النوع الوطني خلف الخزانه تبع الحمام. يعني انا بكون بدل ما اشتري مثلا لنفرض 5 قطع بهي التكلفه، بشتري انا 3 و2 بتكلفه كثير قليله، بكون هون خففت. هلا انا لما بخفف من هي الغرفه ومن هي الغرفه، اخر شيء بتطلع عندي انا تكلفه منيحة قدرت نزلتها فيها. هي بالنسبة كسيراميك. حتى مثل ما حكيت أنا بالأرضيات، ممكن مثلا بالصالون ننتقل الأرضية بما أنه بيجوا فيها ضيوف وكذا، ممكن بغرف النوم نخفف التكلفة، بس هي بتضل الجمالية يعني موجودة. بالمطبخ خلف الخزن نحن نخفف النوعية، بنفس الوقت هي حمت وعزلت الخشب ما يجي عليه شيء. الخشب مثلا بالقلب الأبواب بنقدر نخفف نحن النوع. الخزن مثلا بدل ما تكون كلياتها مثلا ملبسه قشر الباب ومن الداخل، ممكن الداخل يكون هو عباره عن بخ او طبقه ميلامين وبعدين الواجهه هي تكون قشر. يعني نحن دائما بنقدر نلعب على التكلفه بحلول صغيره، مثلا حتى الحيطان بدل ما نقعد نلبسها كلياتها رخام وهالقصص، ممكن ورق جدران صحيح. ممكن ورق جدران او دهان لونيه مختلفه تماما. يعني نحن اهم شيء نكون عارفانين كل شغله وين بدنا نحطها، ونعرف اذا هي يعني مثلا كل غرفه وين انا بقدر اوفر فيها مشان ما تروح التكلفه هدر على الفاضي. اكيد. كمان خلينا نحكي شوي، قلنا بالبدايه رح نحكي مزايا وعيوب، شو عيوب انواع مثلا السيراميك او حتى الرخام؟ عندنا كثير عيوب. اذا كنا عم نحكي عن الرخام او الحجر، الرخام مثل ما حكيت بيتاثر بالمواد الطبيعيه، يعني مثل الحمض اذا نزل عليه دغري بتلاقيه عم بيتفاعل تماما. الحل تبعه هو انه نجليه، لما بدنا نجلي بدنا نفضي كل الصالون مثلا لحتى نقدر نجلي الارضيه. هي اول شغله بالنسبه للرخام. بالنسبه للحجر، في عنا انواع حجر بتلاقيها مثل بتقطن، نحن بنسميها بتطلع فيها يعني بتتفاعل مع الجو فبتطلع فيها مثل رطوبه، هي بتصير بتعطي مثل قطن على شكلها، بتصير شكلها كثير معيب. فضروري نحن لما بدنا نركب حجر نعرف شو النوع اللي بدنا نختاره وتفاعله مع العوامل الطبيعيه. بالنسبه للسيراميك اكبر عيوبه هي التقويس تبعه، لانه مثلا نحن اذا كنا مشترين قطعه مثل ما حكيت قبل شوي عن النوع الهندي خاصه، نحن مركبينه بالارضيه بتلاقي مثل بين القطعه والقطعه هيك في فرق، حتى لو كان هو نص ملي بتكوني انت ماشيه
بتلاقي حالك تفركشتي بدون ما تحسي، هذا بسبب التقويص تبع السيراميك. ما له حل ابدا غير انه البلاط وهو عم يركب يحاول قدر المستطاع يشتغل على القطعه بشكل ما يبين تقويص فيها، ومع هيك حيبين. فلكل نوع نحن قلنا ميزات وله سلبيات اكيد. اكيد بنتشكرك المهندسه نور عيسى على وجودك معنا، بتمنى لك التوفيق. شكرا كثير. شكرا لك زو.